من هنا سطع فجر الأغنية الحساوية من هذا الدكان الذي تتراكم فيه الذكريات حول العم إبراهيم العبندي. انطلقت نهضة فنية لا يزال رموزها ملء السمع والبصر. أسس إبراهيم مع أخيه خليفة العبندي أول شركة اسطوانات موسيقية في مطلع الستينات. ما في أول فن إلا هو ده. هذا أول ما في لا شيء ولا أشوال عاد ما في ما ذو إلا دقدقة في عروس بس غيره ما في شيء. أنا مع أخوي خليفة في مدة 70 سنة 65 سنة يعني بالضبط. أي كان مسجل ونجيب اسطوانات وذا ونطبعها من اليونان ونجيبها من لبنان اليونان ولبنان وتيجي اسطوانات. بدأت الحركة الموسيقية الحديثة في الأحساء في الستينات مع بدء سماحي بالنشاط الموسيقي في السعودية عام 1960. في السبعينات أصبحت الأحساء مركزاً للفنانين الكبار من الخليج العربي ومن السعودية. سحبت البساط من بيروت وأثينا والمنامة في صناعة الأسطوانات للفنانين في المنطقة الخليجية. هو خليفة لأن بعد ما فتح المجال حق الأسطوانات لأنه كان أول ممنوع ما في طقونه في السوق ما يرضون على اسطوانات ولا شنطة ما عنده. جاء الملك فيصل الله يرحمه في سمح قال مسموح اسطوانات تجي. رحنا أول مرة جبنا اسطوانات من البحرين من القوار هذه مالت مهندل. وبعدين قال أنا ليش عبد بنفسي أسوي هنا تسجيل وأخلي يطبعون لي وتجي من اليونان. خليفة العبندي، عبد الله العماني، فهد السدراني، هؤلاء أسسوا لجيل مميز في تسجيلات الأسطوانات في شارع المدير تحديداً. تنتشر منذ الستينات أيضاً متاجر بيع الآلات الموسيقية في الأحساء واستوديوهات التسجيل الفني في شارع المدير تحديداً. أصبحت الأحساء مركزاً لجذب الفنانين من كافة دول الخليج العربي. بدأ المحل قبل 60 سنة علي كان طلب علي على أيام الفنانين الأولين عيسى الأحساي ودليل الفن وقمنا ما نجيب أشياء من برا خلاص قمنا إحنا الوالد كان يصنع واللي كان يسوي ويصلحه. سمح هذا الشغف لخليفة العبندي ولصالح الزامل وصالح المحسن ومجموعة إلى أن يجعل هناك حراك ثقافي فني بتسجيل أسطوانات وتوزيعها. من الحارات وأزقتها خرجت الأغنية الحساوية ونجمها الألمع عيسى الأحسائي لتصل عبر الاسطوانات إلى أقصى شهرتها عربياً حتى مطلع الثمانينات وبدء رياح الصحوة العاتية. عوض فهد MBC الأحسائي.